فلا بد من أخذ العلم عمن؟ عن أهله، تأخذه على مفيد ناصح. المعلم لا بد فيه من أمرين، أمران فتشوا عنهما في المعلم، إذا وجدتموهما فاحرصوا على المعلم الموجود فيه، وإذا ما وجدتموهما أو إحداهما فلا تحرصوا. الأول أن يكون مفيدا، إذا شرح لك الكتاب أعطاك الفوائد فيه وفهمك وزاد عليه ما يفيدك. والثانية أن يكون هذا المعلم أبا لك ناصحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم، فالمعلم والد يعلمك، إن احتجت وسألته أعطاك النفقة أو أعطاك مالا من غير أن تسأله، هذا الذي إذا رآك بحاجة يفيدك، تأخذه على مفيد، هذا في الفن. وناصح إذا رآك محتاجا إلى النصيحة ابتدأك بها، لأنه يراك ابنا له ويرى نفسه ويعد نفسه لك والدا، فلا يحب لك إلا أن تظهر وترتقي لو خيرا منه. فما في الدنيا أحد يحب أن يكون غيره خيرا منه إلا اثنان: أبوك الذي تسلسلت من صلبه، ومعلمك الذي خرجت بعلم قلبه. هذان أكثر الناس حبا لك، لا يوجد لهم ثالث. أبوك الذي تسلسلت من صلبه، ومعلمك الذي أخذت من علم قلبه، فلأنه أعطاك ما في قلبه أحب لك ما يحبه لنفسه، بل ويتمنى أن تكون أفضل منه. هذا، ولعلي أختم بهذا وأنتهي عنده وأقف عنده، وإن كان في القلب أشياء وأرجو المعذرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أصحابه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.